خلينا نبتدي مع حضراتكم بالأخبار اللي معانا، وبدايتها مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي افتتح بالأمس الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي اللي بتستضيفها شرم الشيخ. وألقى سيادة الرئيس كلمة أكد فيها أن مصر مستمرة في دعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. بالفعل امبارح كان في عدد كبير جدا من رؤساء البنوك الأفريقية، وشفنا أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي شارك في فعاليات هذه الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية. الدكتور مدبولي قال أنه حان الوقت لأن ينظر العالم إلى قارة أفريقيا باعتبارها أولوية لكل المشروعات التنموية. خلينا نشوف التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي اللي بتستضيفها شرم الشيخ تحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي اللي بيقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. وكمان أكد سيادته أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وامبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع شيليشي كابويبوي سكرتير عام منظمة الكوميسا. خلال اللقاء تم متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا وتعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي. وامبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. شهد اللقاء التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد. امبارح أيضاً التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد. شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد اللي بتمثل الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي ودعم المبادرات الهادفة لتطوير التنمية في إفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي. امبارح شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جلسة الحوار الرئاسي رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف اللي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن حان الوقت لأن ينظر العالم أجمع إلى أن قارة أفريقيا تحتاج إلى أن تكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة، أو على الأقل في غضون العقد أو العقدين المقبلين في جميع المشروعات التنموية، وحيث تحتاج القارة إلى حجم هائل من التمويل يقدر ب 3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة، وأيضاً 100 مليار دولار سنوياً لمشروعات البنية الأساسية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي اللي بتنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية، بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس واللي بيستمر تنفيذهم لعدة أيام. أما في أخبار المحافظات فهناك كان في عدد من الأخبار، منها إطلاق حملة في كل ثانية حياة. هذا الخبر بيأتي ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات في محافظة بني سويف. كان منها أيضا اختتام بطولة الكاراتيه بمشاركة 200 لاعب في محافظة دمياط. نتوجه بقى لوجه بحري ونشوف افتتاح معرض التراث الثقافي للجاليات والطلاب الوافدين في جامعة الإسكندرية، وكمان البحيرة ارتفعت فيها حصيلة القمح المورد للشون والصوامع ل 233 ألف طن. خلينا نتابع التفاصيل والأخبار أكتر في التقرير اللي جاي. ما
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بني سويف تم تدشين فعاليات حملة كل ثانية حياة ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ. الحملة دي بتستهدف دعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية لضمان الحصول على الخدمات الطبية السريعة من خلال الخط الساخن. في دمياط اختتمت فعاليات بطولة الكاراتيه للمراحل السنية من 10 ل 12 سنة، وده بالصالة الرياضية برأس البر، وشارك في البطولة 200 لاعب من مختلف الأندية ومراكز الشباب. فأسوان بتقدم المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق، سواء بالمعابر البرية في أرقين وقسطل أو بالموقف البري الدولي بكركر. وتم تنظيم القوافل التموينية الغذائية لمواقع تواجد السودانيين بحي الصداقة الجديدة والصداقة القديمة، وكمان بمركزي دراو وإدفو على مدار الأسبوع. في الغربية شهدت المحافظة تسليم 4 عقود عمل بالقطاع الخاص لأربعة منتفعين من أبناء قرية الدلجمون مركز كفر الزيات من الفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم، وده بعد تلقي طلباتهم خلال تدشين فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة. في الأليوبية ناقشت المحافظة إجراءات تنفيذ مبادرة التعلم مدى الحياة ووضع خطة محلية لتعزيز التعلم مدى الحياة والانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم اللي بتهدف إلى توحيد عدد من الخصائص في المدن المختلفة لتكون قادرة على العمل بفاعلية لتوفير التعلم مدى الحياة للجميع. في جامعة الإسكندرية تم افتتاح فعاليات اليوم الثقافي للجاليات والطلاب الوافدين بحضور عدد من الدبلوماسيين وممثلي 16 جالية من مختلف دول العالم، وتم إقامة معرض التراث الثقافي اللي تضمن مشغولات تراثية تعبر عن تاريخ كل دولة. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية أم الرزق مركز شربين، وتم توقيع الكشف على 1639 مريض وتوفير العلاج ليهم بالمجان. في البحيرة أعلنت المحافظة إن أعمال توريد محصول القمح لموسم 2023 مستمرة، ولحد دلوقتي حصيلة الكمية الموردة ارتفعت ل 233 ألف طن قمح من إجمالي المساحة المزروعة السنة دي واللي بتبلغ 335 ألف فدان.